ليقل الضعيف بطل أنا. جوه كل واحد فينا في بطل صغير. مين كان يقول أن أرميا الولد الصغير يطلع منه نبي عظيم؟ أول مرة المسيح كلمه قال له أنا صغير، قال له لا تقل أني ولد. مين يقول أن جدعون حتة الفلاح الساذج هيطلع منه قاضي؟ مين كان يقول أن بطرس الصياد هيطلع منه بطرس الرسول؟ جوه كل شخص فينا بطل. احنا بنستقل بنفسنا لاننا شايفين نفسنا ايه، يعني مفيناش حاجة عدلة. يعني انهضوا الابطال، يعني صحصحوا البطولة جوه كل شخص. عجبتني قصة كده، دراسة عملت قالت ان اللي انقذ روسيا من الشيوعية الجدات. كانت القوانين عنيفة جدا، اللي يلاقوا في بيته انجيل يعني يسجنوه ويبعتوه سيبيريا ما يرجعش في التلج، او يحرقوا بيته، او ياخدوا الراجل يموتوه، او ومحدش يدخل كنائس خالص. مين اللي ما كانش فارق مع الكلام خالص؟ الستات العواجيز، وهم ما استعنوش بيهم، لان ست عجوزة رايحة الكنيسة تولع شمعة، ما خلاص الكنائس فضيت روحي. اتاري الستات بيعملوا ايه جوه بيوتهم؟ يجيبوا العيال الصغيرة ويجيبوا ايقونة العذراء ويولعوا الشمعة ويحفظوهم ابانا الذي، ولا يهمهم. في المدارس يقعدوا يحفظوهم مفيش حاجة اسمها ربنا، واشتموا الصليب والعذراء مش عارف ايه، يقولوا كل اللي يقولوه في المدرسة، وترجع تيتا في البيت تستلم العيال تنظف دماغهم وتشتغل عليهم. يقال ان جربة تشوف ده اللي قلب الدنيا في الاخر، كانت جدته هي اللي عقلته. فطلعت القصة انهضوا الابطال، اللي انقذ زيادة عن 100 مليون رجعهم للمسيحية ستات العواجيز، اللي فضلوا يتحدوا الظروف والسياسة والقوانين والاعراف كلها عشان مش قابلين غير انه ولادنا لازم يطلعوا بيحبوا ربنا. طبعا كان في شهداء كتير، وكان في كهنة تعذبوا كتير، وكان، لكن هنا البطولة كانت في شخصيات محدش توقعها. مين يقول ان يهودية الارملة الغلبانة تنقذ شعب؟ انهضوا الابطال، محدش يبص لنفسه ان هو بلا قيمة، لا، ده انت من جواك بطل، لو اشتغل بيك ربنا يعمل حاجة كبيرة قوي. لا تقول سن، ولا تقول معلومات، ولا تقول ظروف، بس ايه، في نهضة، عاوزين نهضة جوانية كده. حاول تكتشف بولس في كل شاول، داخل كل شاول هناك بولس. بمعنى ايه؟ ياما ناس بنشوفها للأول يبقى انطباعنا دايما سلبي جدا، ده عنيف، ده ملحد، ده عنيد، ده عقلاني، ده جاف، ده مستهتر، ده طب يعني التشخيصات دي كلها. إنما المسيح شاف في إناء مختار. انهضوا الأبطال معناها شجع، لأن التشجيع يغير كل حاجة، يغير عقل اللي قدامك وقلبه وإرادته كمان، وبالتالي يبقى واحد تاني خالص. فالنهضة دي انهضوا الأبطال خليك مشجع جدا، لأنه بالتشجيع تنهض بطلاً.